الجزيرة عدنا إليكم من جديد، عدنا معكم مرة أخرى هنا لمواصلة وتبقى من أحداث هذه الجولة الأخيرة، المباراة الأخيرة، القمة الأخيرة من دون المجموعات في هذه الليلة الصعبة، في هذه المباراة الكبيرة. واحدة يحتاج إلى ثلاث نقاط ليتأهل مع فريق المستر الفرسان الذي وضع خطوة كبيرة إلى الجولات القادمة. الانتصار الوادي سيصل الى صدارة المجموعة، وعفوا الى الثاني، سيكون ثاني مجموعة. كرة طويلة الان عند الوادي، خطير الهدف الاول ولكنها راحت الى حارس المرمى. الان المتصدر لهذه المجموعة سادس الذي حسم الامور، هذه كرة عند الوادي عرضية. يا سلام، مرور جميل، مرور جميل، هذه خطة، هذه خطيرة، هذه تسديدة. الارضيات وما ادراك ما هي الارضيات في الكرة الماضية، بالغ فيها نوعا ما. تعود الكرة بعد ذلك في المنتصف في جديد، هنا اللعبة، هنا المحاولة، هنا اللمسة، هنا الطريقة، الطلاقة السريعة. سعد الآن، سعد يتقدم فيها، سعد يحاول، سعد عرضية، ولكن عدت الكرة الماضية. هذه كيف راحت، هذه كيف عدت. عند الفوز يكون عنده سبع نقاط، لذلك الأمور تتجه إلى الحسابات، بالحسابات فريقي طبعا إلا فريق سانتوس اللي عنده اهداف كثيره، ولكن اذا سجل فريق الفرسان اهداف كثيره فتاتي بعد ذلك في المنتصف عن طريقي طبعا اصيل الوسط، عم يلعب كره طويله الى سعد، سعد يحاول، سعد يحاول في الدف في التغطيه، هناك ابو جنيه، ابو جنيه عرضيه، ولكنه عبد الهادي، ولكنه عبد الهادي. متابعينا مشاهدينا يستمرون حتى الان بالتعادل السلبي، الجمهور الذي ينتظر. نعم بالفعل هناك الجوائز حاضره، هناك الجوائز حاضره بلا شك. هذه كرة سريعة الآن، مش على الخالب العبائنية جميلة، هذه لفريق الفرسان. الله الله، فرسان رابغ، فرسان رابغ كما هي العادة، يجددون الذكريات من خلال هذه المواجهة، يجددون كل السنوات التي مضت ليسجلوا بهذا الشكل، ليسجلوا بهذه الطريقة على حساب شباب الوادي الذي يحتاج إلى الوصول كيفما كلف الأمر، ولكن الهدف يسجل، الكرة تسجل، وفريق الفرسان كما هي. واحد مقابل لا شيء، كرة ثابتة الآن، أصيل، أصيل يلعب كرة مصعبي، ولكن يتبقى المدافعين. سعد يلعب كرة عرضية، راحت الكرة الماضية، عبرت اللعبة إلى ركلة المرمى. الآن هنا ليست الصعبة كما هو الحال، هنا كرة وصلت إلى فيصل السيد. الآن أنفس يلعب كرة عرضية، أين الارتقاءات، أين الارتقاءات، ولكنها راحت الكرة الماضية. يلعبها في منتصف الملعب، نقلات مستمرة، طلع عند السيد، يتقدم فيصل، فيصل كرة عرضية، محاولة خطيرة، تدخل دفاعي، يتدخل محمد مالي، يرغب بالتقديم عرضية من ثانية للخلف. الكرة الآن والدفاع يخلصها، وحكم المباراة ينهيها لأحداث الشوط الأول بطبعا تقدم فرسان رابع على حساب فريق شباب الوادي. متابعينا انتظرونا للشوط الثاني. متابعينا مشاهدينا عدنا لكم من جديد للشوط الثاني لكي نكمل ما تبقى من احداث هذه القمه الكرويه الثانيه والاخيره. تبقى مشعل طالب في لمسه جميله ايضا، هذه كره فيها سرعه، فيها محاوله، وصلت في منتصف الملعب. الان هنا تقدم، يا سلام والتسديده، ولكنها لا يحتمل جمالها في فريق نعم شباب الوادي. الكره تلف العرضيه عاليه طويله راسيه خطيره للتعادل، هذه محاوله ما زالت قائمه، المدافع يتواجد، المهاجم كذلك حاول حصل على كره عرضيه، ولكن نعم المدافع ايضا. لعبة طويلة الآن عالية راسية من المدافعين، وصلت لأبو علي، أبو علي يحاول، أبو علي على كثافة عددية من الدفاع، ولكن تسديدة أصيل المصعبي راحت كرة إلى ركلة مرمى فريقي الوادي. إلا إذا غير النتيجة وسجل أحد الأهداف في هذه اللحظة، الكرة استمرت باتجاه لعب عبد الهادي، لعب جاب عبد الهادي، تصل عبد الهادي. اللعبة الثالثة الآن خطأ لمصلحة فريق شباب الوادي، الكرة الثابتة مع اللعبة عرضية راسية، ولكن سهل، هذه سهلة بالنسبة لحارس عبد الهادي. تسجيل هدف ربما شخصي خامس له، عنده أربعة أهداف في رصيد العمود، أحد أهدافي البطولة، أحد الهدافين حتى الآن إذ لم يكن متصدرا لهذه القائمة العرضية. يا سلام، يدخل الوادي إلى الحسابات الكبيرة، هذه فيها محاولة تأتي، يا سلام، الكرة تقطع من جديد، هذه محاولة، هذه لعبة عرضية. Yeah.
للجولات القادمه مع الكل الاخرى. راحت الكره على ذلك اللاعب استمراريه، راحت الكره يا جماعه الخير، كره مستمره، ما حيوقف اللاعب، ما حيوقف اللاعب يرجع للفار الا لكل وقت اللعبه. راحت الكره من جديد، هنا وصلت مره اخرى، هنا لصالح المستوى الكرافيه، الفرسان الفرسان. يا سلام يا طالب، خطيه خطيه خطيه. والعمود المدمر، والعمود المدمر، والعمود المدمر. اهدي شوي يا جماعه الخير، اهدي شوي، لاعبين فريق الوادي في الفينار، في الفينار يا جماعه الخير، كره مستمره. عبد الهادي جاب الكرة الماضية، عبد الهادي جاب اللعبة الماضية بعد ذلك.